اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده وصفاتنا سهله جدا وبسيطه، هنعمل مكرونه بيتزا وهنشوف هنعملها ازاي، وهنعمل كمان شيش طاووق بصوص الطماطم مع النعناع. تعالوا نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا بقى نشوف اول وصفه معانا النهارده عباره عن ايه. عباره عن شيش طاووق بصوص الطماطم. فهنعمل ايه بقى في الشيش طاووق؟ هنجيب كده الاول نعمل الصوص، وبعد كده ده شيش طاووق اهو، ثوم مفروم، بودره ثوم وبصل، وحبهان مطحون، خل عنب، زبده، شرايح بصل، نعناع، عصير طماطم. هنبتدي دلوقتي نعمل الصوص، عقبال بس ما الطاسه تسخن. فهنعمل ايه؟ هنحط هنا اول حاجة الزبدة، خلاص، ومعاها معلقة ثوم ورشة حبهان مطحون مع بودرة الثوم، بودرة البصل، والفلفل الاسود، خلاص، ونقلب كده كويس قوي مع النعناع ونبتدي نحط بقى عصير الطماطم. معاه معلقه من خل العنب، خلاص، اوكي. زمان كده بقى الطاسه سخنت، نحط عليها الزيت ونبتدي نحط نتبله بس كده شويه، بودره الثوم والبصل، حبهان المطحون بطرف المعلقه ثوم، ونحط كده الشيش طاووق. لا نسيبه كده شوية. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية عبارة عن ايه. عبارة عن صلصة البيتزا وجبنة موتزاريلا وشرايح زيتون، بيبروني، شرايح فلفل ملون، عصاج لحمة مفرومة، ومكرونة. خلاص، هعمل انا ايه هنا بقى؟ هحط نقطتين كده زيت وهقوم حاطة اللحمة المفرومة مع شوية من البصل وهحط معاها بودرة ثوم وبودرة بصل ونحط كده ثوم مفروم حبة صغننين ونسيبها لحد ما تتعفن. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل يكون الشيش طاووق واللحمة استووا ونرجع نطبق اكلاتنا؟ خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي اللحمة هي اتعصجت وبقت تمام، عايزين بس نحط بقية البصل على الشيش طاووق وخل العنب، نسيبه كده ايه يستوي شوية. خلاص، طيب هنبتدي بقى نحط الفلفل
الالوان كده، وهنحط المكرونه هنحط لهم بس كده مكعب زبده وهحط عليها صلصه البيتزا. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا مع المكرونه. بس ابتدي بقى اغرفها. احط جبنه كده موتزاريلا وبعدين نحط البيبروني كده بس، وندخلها الفرن لمدة 5 دقايق لحد ما الجبنة تسيح. بس كده الشيش طاووق اتأكدنا ان هو استوى. النهارده كله بالطماطم كده. بس نبتدي بقى نغرفه كده. تمام خلصناه. وكده خلصنا اول وصفة معانا النهاردة، شيش طاووق بصوص الطماطم والنعناع، وحطينا اهو عليه بقدونس مفروم. نروح بقى نشوف المكرونة اللي في الفرن. خلصنا المكرونة اهو،
شايفين بقت عامله ازاي. انا يعني لو عايزين تحمروا كمان الجبنه حمروها، بس هي حلوه كده ساحت وبقت جميله. دي اسمها مكرونه او بيتزا مكرونه. كده خلصنا الصنفين النهارده دول. عملنا ايه بقى؟ عملنا مكرونه بيتزا عليها بيف وبيبروني وفلفل الوان وزيتون، وعملنا كمان شيش طاووق بصوص الطماطم والنعناع ورشينا عليه بقدونس في الاخر. ما ننساش نحط خل العنب مع شيش طاووق، بيديله طعم حلو قوي. يا رب النهارده الوصفات تكون عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه. باي باي.